وحشتوني جدا، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هتكلم على سيرم من افضل السيرمز اللي انا استخدمتها مؤخرا، فرقت معايا جدا في ترطيب وتفتيح البشره، وفعلا من افضل الحاجات اللي خلت بشرتي على طول حساها مترطبه مش ناشفه، لان طبعا معظمكم عارفين ان انا البشره عندي جافه، فهو من احسن الحاجات اللي فرقت معايا مؤخرا. ده الفيس سيرم اللي اتكلمت عليه بالالوفيرا، اسمه مش عارفه ده اسمه او اسم الشركه، اسمه ايشن بيوتي، هسيب لكم صورته في اخر الفيديو عشان بس هي مش باينه قوي. هو بالالوفيرا، يعني انا كنت فاكره لما جيت ان هو بالالوفيرا بس هو طلع ان هو بالالوفيرا وفيتامين اي والكولاجين. هو فعلا فعلا من احسن الحاجات اللي خلت البشره عندي مترطبه اخر فتره. بس هقول لكم بقى على استخدامه الصحيح عشان خاطر يفرق معانا في البشره، وعشان خاطر ما نعملش عكسه او ما يديناش افكت عكسه. فيلا بينا نعرف هنستخدمه ازاي. السيرم مكتوب عليه ان هو وايتنينج، ان هو بيفتح البشره، بس صراحة انا ما بصيتش قوي لموضوع التفتيح قد ما انا كنت محتاجه منه ترطيب، وان البشره عندي ما تبقاش ناشفه لان هي جافه قوي. طيب استخدم السيرم بتاعي ازاي عشان يديني افضل افكت؟ زي ما احنا كنا متفقين من الاول ان السيرم ده بلاش للبشره الدهنيه، او ما ينفعش لان هو اويلي قوي. هو مكتوب عليه ان هو اويلي قوي، هو ينفع البشره الجافه والبشره المختلطه، يعني انا بين الاثنين حابه كده وحابه كده. هو ينفع للبشره الجافه او المختلطه، وهنبعد البشره طبعا الدهنيه احنا اسفين عنه. بيستخدم ازاي عشان تلاقي افضل افكت منه؟ هيستخدم بالليل قبل ما تنامي، ده افضل وقت هتستخدميه فيه، وتنامي هتصحي تلاقي البشرة بجد بجد ترطيب عالي والبشرة ناعمة ومشدودة. بس بلاش نستخدمه الصبح لان هو اساسا بيأكسد وبيغمق لون البشرة، يعني بيأكسد البشرة او بيغمقها عامة، فبلاش الصبح، بلاش قبل ميك اب، بلاش اساسا قبل ما ننزل، لان هو اساسا بيأكسد وهتنزلي تغمقي تحت من الشمس معي، فبلاش الصبح عشان خاطر ما يتفاعلش مع الشمس. بس كده، ده كان ريفيو النهارده، واشوفكم على خير في ريفيو جديد، وسلام.